بيوبي نوزاكي تتواجد في البيوت الثرية. هي روح منحرفة تظهر من الشاشات الزغرافية. هذه الشاشات تتواجد في البيوت في اليابان والمعروفة باسم بيوبي. تلك الروح شبح طويل جدا، طوله أكثر من مترين، جسدها طويل ورشيق، وترتدي فستان أبيض تشبه الشبح، لها شعر أسود وطويل. تقوم بيوبي نوزاكي على النظر من فوق الشاشات القابلة للطي، تقوم بمراقبة المتزوجين خاصة في الأنشطة الرومانسية، ويمكن أيضا أن تظهر إليهم. الآن عرفنا على الشبح أو على الكيان الغامض، حاليا رح ننتقل للقصة وإن شاء الله تعجبكم. كنت توي انتهيت عملي، اتصل بي زوجي. الزوج: هل أنت جاهزة يا حبيبتي؟ إلى ماذا؟ هل نسيتي أنه اليوم عيد ميلاد زواجنا؟ قمت بشراء كيكة وها أنا أنتظرك في البيت. كنت أنسى ذلك، ها أنا في الطريق الآن. استقلت سيارتي وعدت إلى البيت. عندما دخلت استقبلني زوجي بالأحضان وتبادلنا القبلات، لكن كان هناك لدي إحساس بداخلي يقول أن هناك من يقوم بمراقبتنا. لم أرغب بقول ذلك إلى زوجي لأنه كان سعيد، ولم أرغب في إفساد فرحته، لكني لست مطمئنة. قمنا بالاحتفال وفرحنا جدا، وفي نهاية اليوم عندما ذهبنا أنا وزوجي إلى الفراش، لكني كنت ما زلت أفكر بأن هناك شخص يراقبنا. قمت بالدخول إلى غرفة النوم وأغلقت الباب، وأيضا وضعت تلك الساتر المعروفة في اليابان من أجل الخصوصية. دخلنا على الفراش وبدأنا نتبادل القبلات أنا وزوجي. زوجي كان يركز علي ولا ينظر حوله، عكسي أنا التي كنت ألتفت خائفة. لكن عندما التفت إلى ذلك الساتر رأيت شخص ليس بشخص، إنه كيان غريب طويل ذو شعر أسود، ترتدي فستان أبيض. خفت جدا وارتجفت وذهبت إلى الحمام لأغتسل لعلي أتوهم. فتحت الماء، كان ساخنا لا أعرف كيف، لكني قمت بالاستلقاء في البانيو ويبدو أني غفوت، ولم أصحى إلا على دقات الباب. عندما خرجت وفتحت الباب انصدم زوجي وهو يقول: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ألم نكن نمارس الجنس قبل دقائق؟ كان كلامه كالصاعقة. قلت إليه: أنا كنت نائمة هنا منذ فترة. ولا نعزك كرام، وصلنا إلى مخرج هذا الفيديو. لو كنت تشترك في القناة وإلى اللقاء.